السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، اليوم حلقتنا حلقه خاصه بدائره جدا مهمه، والان كثر الحديث في محافظه بغداد بخصوص هذه الدائره، هي مديريه المرور العام. كثير من الاخوه السواق نشوفهم سائقين المركبات، يوصلون ملعب الشعب لبس الحزام، يوصلون تقاطع زيون لبس الحزام، بس يطلع التقاطع ذب الحزام. هاي ثارت تساؤلات كثيره، هاي المرور العام يقولون 4000 وكذا مخالفه خلال ايام، وبصراحه هذا يعني رقم مخيف، يعني اذا هالشكل عنده مخالفات، هذا يمكن حتى راعي السياره اذا يبيعها ما يسدد المخالفات اللي راح تكون لبدايه السنه. اكو تساؤلات ايضا كثيره على تسجيل المركبات، الزخم الكبير في محافظة بغداد العاصمة، وأكيد نعرف احنا بعض الأسباب وأسباب مخفية ممكن نتعرف عليها من خلال حوارنا لهذا اليوم مع المقدم الحقوقي الأستاذ حيدر شاكر محمد، مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العام. نرحب بك أجمل ترحيب أستاذ حيدر. شكرا لك دكتور على هذه المقدمة وعلى كافة متابعيك الأعزاء. الله يسلمك، في طول عمرك حبيبي. وأولا واخرا اشكرك دائما، يعني انت دائما تحضر في هذا البرنامج. الغرض والهدف من عد الاساس هو ان نقدم الخدمه من خلالكم عبر شاشه الايام ان شاء الله. الله يبارك فيك وعلى جميع الكادر. الله يحفظك تسلم. خلينا نبدا من حيث ما استعرضت في البدايه، نعم. يعني كان هو حديث الدار، انا منهم قمت البس حزام. هذا واقع صريح جدا. صح، هي فعلا هي الحزام للمواطن نفسه اللي ساق المركبه. نعم. ولا سامح الله كثير من شفنا الحوادث خاصه في الطرق الخارجيه، يفقد حياته بسهوله وما يخلي حزام امان. صح. والكثير منهم صارت عندهم حوادث لكن اقل ضررا من اللي ما يرتدي الحزام. نعم. شنو فيلم قضيه الكاميرات والالاف المؤلفه من الغرامات، مو الغرامات او يعني المخالفات نسميها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المخالفات المروريه موجوده في بغداد وبقيه المحافظات. استدعى مديريه المرور العامه لاستعمال التكنولوجيا اللي كل دول العالم تعمل بها حاليا. التريفيك لايت الذكي. الاشاره الضوئيه الذكيه. هاي الاشاره الضوئيه اللي احنا خليناها تجربة حاليا في 5 تقاطعات في ضمن بغداد الرصافة. هذه لحد هذه اللحظة لم يتم العمل بهذه الإشارة. طلعت إشاعات إنه سجلنا 456,000 مخالفة خلال وسجلنا هاي كلها بعدها لحد الآن ما عملت فيها مديرية المرور. يعني ما نلبس حزم إن شاء الله. إذا بالخوف مخالفة مديرية المرور عامة منتشرة يعني. صحيح. اي يعني هي بدون الاشاره احنا عاملين على ابهار القانون. هي بالدرجه الاساسيه الحزام والامان. صحيح. والالتزام بالتعليمات المروريه هي حفاظا على سلامتك. اتفق وياك. وسلامه جميع مستخدمي الطريق. فعلا. يعني انت اذا لابس الحزام سبحان الله، انت من تلبس الحزام راح تلتزم بكل التعليمات المروريه. يعني عبالك العقل البشري يعني يختلف من ما لابس الحزام انه انت تقوم ترتكب مخالفه هنا تسوي هنا، بس انت اول ما تصعد مركبتك تحط الحزام قيدت نفسك بالتعليمات المروريه. صحيح. كاف. صحيح. هي هاي المبدا الرئيسي من هذا الموضوع، انه انت بس انت اول تعليمات مديريه المرور العامه طبقتها اللي هو الحزام الامان. حزام الامان جنبك يا سامح الله اذا صار حادث، يعني ممكن تخرج من نوافذ المركب. صارت عندي. وصارت هاي وتجارب شركات عالميه لتصنيع السيارات سو تيست للمركبات. مسافات معينه، سرعات معينه تعرضها الى حوادث. صح. وتشوف راكب المركب يعني يتحمل انه ما يطلع من الزجاج النافذه الامامي، ممكن الجانبي في عمليه انقلاب المركبه. يحمي حزام الامان، يحمي المواطن. انت حتقول لي ازدحامات كل شوارع بغداد، ازدحامات مثلا في شوارع واكو شوارع اخرى تمشي بها المركبات. مثل ما قلت لك احنا من نلبس حزام الامان طبقنا اول التعليمات المروريه والقوانين،
بعدم ارتكاب المخالفات المرورية ونمشي بالصورة الصحيحة. طبعا هاي الكاميرات بالمناسبة هاي الكاميرات هي نستخدمها للإشارة الضوئية، يعني انه شرط المرور بدل ما هو يوقف وينظم حركة السير بإيده واللي نلاحظها هاي هي التكنولوجيا وحدها تعطيك انه مجسات. نعم اي هذا الشارع يحتاج لوقت اكبر يا هاي الاشاره المروريه تعطي عاز انه ضوء اخضر مشت. جميل. لحد ما صار مثلا نقول انسحب السيارة بهذا الاتجاه انه بيحول على الزقم اللي اكبر. يعني استخدام للتكنولوجيا بشكل دقيق وان شاء الله احنا ان شاء الله تنجح في شوارعنا. جميل. يعني اذا نجحت راح تخفف هواي عن كاهل المواطن بالدرجه الاساس وعن شرط المرور. بعد ما تشاهد شرط المرور واقف مزروع في نصف التقاطع وياخذ جانب يقعد في السقيفه مال المخصصه لرجل المرور ويراقب الاشارات المروريه وحركه الشارع والتقاطع بشكل عام. اضافه الى انه ننبه اخواننا المواطنين من ضمن تعليمات المروريه، انت لا تاخذ يعني انت مثلا تريد تستدار من الجانب الايسر، شو عندك رايح على الايمن؟ على الايمن صح، وساد الطريق فعلا. هاي تعتبر مخالفه مروريه، يا الحاسب تأشر عليك مخالفه مروريه. انت لا حد تقول لي انا لابس الحزام وجنبي همتين لابس الحزام، هي مو بس على الحزام، هي انت هذا الخطوط العبور اذا دست عليها قبل ما تفتح الاشاره تسجل لك مخالفه مروريه. ممتاز. فاكو تعليمات مروريه احنا دائما باجازه السياقه، ليش احنا نقول حصل اجازه السياقه يلا تطلع بالمركبه. اكو تعليمات مروريه كتالوج تدخل من تقرا تعليمات كثيره انه خطوط العبور ما تتجاوزها عند الاشاره الضوئيه، ليش؟ لان هذا انت اذا تجاوزتها مشات من عبر. تمام. هاي كلها مخالفات مروريه. حسيتوا التجربه ناجحه يعني لحد الان انتم كمديريه المرور العامه راضين على التجربه اللي صارت لحد هذه اللحظه؟ لحد هذه اللحظه احنا ما عملنا بها. جربنا الاشاره يعني التكنولوجيا مالتها والكاميرات ايش ترصد، شنو الاجراء اللي يصير، حتى عدد تحصيلك عدد المركبات ايش قد بهذا التقاطع، عدد المركبات تحصيلك اياهن ايش قد عبرت مركبات من هذا التقاطع، من هذا الشارع ايش قد عبرت، من هذا الشارع ايش قد عبرت. هاي كلها ارقام، لغه الارقام بالتكنولوجيا هاي تفيدنا احنا في مديريه المرور العامه حتى من حلل التقاطع نعرف انه هذا التقاطع كثافه من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه، نقدر انه ندير التقاطع بشكل افضل من يعني من بقيه الايام. ممتاز. يعني عندكم حصل قاعده بيانات كامله أكيد. لكل بغداد وتفاصيلها اكيد. هسه لحد الان في خمس في خمسه مركز ايه. صح، خمس تقاطعات مهمه جدا. يعني احنا ما اول ما بلشنا في تقاطع ملعب الشعب، التقاطع هذا كلش مهم، عندنا الربيعي وعندنا مول النخيل وعندنا بعد تقاطعات اثنين في جانب الرصافه، هاي كلها لحد هذه اللحظه لم يتم العمل بها، وانما فقط نصبه الالات والكاميرات وغرفه السيطره والمراقبه في هذا الموضوع. يعني بالايام ان شاء الله القادمه خلال يومين ثلاثه يتم المباشره، من يتم المباشره بها راح تختلف هنا الامور، لان احنا اعلنا عنها وكل وسائل الاعلام ما شاء الله كانت سباقه بهذا الموضوع، حتى قبل ما نسولف بها كان عندهم علم سبحان الله. نعم اي ف يعني احنا جديين بهذا، انه لازم احنا نطلع بالتكنولوجيا الحديثه ومساعدتنا في موضوع اداره الشارع بالشكل الصحيح والملائم لحركه السير والمرور. جميل. حتى نظل بقضيه الزخم وتفاصيله. نعم. يعني وخاصة هاي الكاميرات الموجودة في بغداد، يعني اليوم أو البارحة شفنا أكو حوادث كبيرة البارحة أعتقد أو الجمعة. نعم. أي بل البارحة قضية الضباب اللي صار بالطرق وانت شايف انت. نعم. ما شاء الله يعني أخواننا أصحاب المركبات تشارجر واللي تطلع على المحافظات، يعني بعض منهم يسوق بي يعني باللاوبالي. يعني شاهدت هذا الفيديو يعني كارثة. يعني
يعني على مواقع التواصل الاجتماعي كارثة حقيقية. يعني احنا ننبه دائما يا اخوان السرعة الشديدة نتيجتها يعني انت خاصة اصحاب مركبات الاجرة الله سترك بالروح والله سترك بالرجعة صح. ثاني يوم شلون ثالث يوم شلون انت دايركت يعني انت على طول الخط والسرعة مالتك فائقة يعني تتجاوز ال 160 200 توصل يعني انت هيك ضامن مركبتك لهذه الدرجة يصور بيها وضامن انه انت الركاب اللي وياك زين انت ضامن الركاب اللي وياك شلون ارواحهم امانه برقبتك زي ما خذيت انتم العذارات مثلا والله احنا لحد هذه اللحظه اكو هيك مشروع ان شاء الله بالايام القادمه بس احنا هسه احنا علينا حاليا الاخوان اصحاب المركبات بشكل عام هسه مو بس بالضباب هسه حتى لو الرؤيه نقول قدامك واضحه صحيح واضحه ممكن انه لا سمح الله حيوان يعبر امام مركبتك يدمرك دمار انت والركاب اللي وياك اضافه لانه اكيد ما لابس حزام الامان اللي يمشي بهيك سرعه 100% ما اكيد بعدين الى اين تريد توصل هي فرقها ايش قد ربع ساعه نص ساعه بالوقت مالتك انت دا تمشي مسافه 5 ساعات او 4 ساعات يعني هي على الربع ساعه مثلا او على النصف ساعه يا اخي امشي بسرعه معقوله حتى توصل بسلام هي سبب رئيسي للوفيات عندنا في هذه الطرق هي السرعة الشديدة صارت عندنا بزيارة الأربعينية أنت شاهدت يمكن دكتور أنه ضباب وده يمشي بسرعة فائقة بحيث ما يلحق على سيارة يوقف يعني قدامه حادث وحادث مو حادث عادي حادث لوري وتريلا وسيارات صغيرة وسيارات كبيرة ومواطنين واقفين يأشرونهم وما ادري شو اسمه ماشي بسرعته ما شاء الله وطاب مو هيجي كارثة بس هي دعوة المشاهدين الكرام من لديه استفسار او سؤال الى مديرية المرور العامة سوف يتم الإجابة من خلال السيد المقدم الحقوقي استاذ حيدر شاكر محمد مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة أي استفسار عندكم خلال أسئلتنا وحواراتنا ممكن أن نستوقف يعني عن إذن سار حيدر نستوقف حتى وكان في جوابه حتى ما نأخذكم على الاتصالات وإحنا بخدمتكم أرقام الموجودة أسفل الشاشة ممكن نسمع اتصالاتكم يتم الإجابة بشكل مباشر على ما طرحه مع الأستاذ المقدم الحقوق حيدر شاكر راح نرجع لبغداد نعم يعني احنا دائما العاصمه هي مكتظه بصراحه لو تروح محافظاتنا العزيزه البقيه تشوف اماكن مفتوحه قله السيارات العدد النسمات اقل لكن فقط في بغداد 8.5 مليون نسمه صحيح. الى مركبات 4 مليون كما تم ترويج الى يعني هذا العدد كبير جدا بالسيارات ووجود اعمال صح. يعني الله يساعدكم انتم مديره المرور الله يساعد رجال المرور في الميدان امانه يعني جهد كبير عليهم خاصة وإذا المواكب مسؤولين يجرون سايد يقطع شارع حتى الإسعاف خطير ما يلحق يوصل يعني هسه على هالكاميرات بعد ما نشوف هذه الحالات يعني ما نشوف مواكب مسؤولين وكذا الكاميرا تلقط الرقم تعطي فلوس المسؤولين هو يعني يدفع للدولة يعني هذا حيدر شو راح تحلوا قضية الزحام يعني الزخم المروري موجود في العاصمة بغداد من زمن فعلا الحكومة الجديدة عملت إلى مشاريع عملاقة حاليا دا تنشأ في شوارع بغداد صح منها جسور ومنها أنفاق ومنها حتى حول العاصمة بغداد يعني هذه المشاريع إن شاء الله إذا تمت على خير وإحنا دا نشوفها دا تصعد بوتيرة جدا عالية أمانة صحيح يعني الأخوة في أمانة بغداد والأخوة في دائرة المشاريع مشكورين جدا على هذه السرعة في التنفيذ يعني نلاحظهم ما شاء الله دا يشتغلون أربع شفتات يمكن حتى 24 ساعة راح نوقف على البناء نعم بعدين ندخل بعمل مديرية المرور فأسنا اتصالات صار حيدر أحمد بن كربلاء تفضل أحمد ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا أحمد ممكن مشاركة بلا زحمة أي تفضل أخوي تفضل تعال الهواء مباشرة أنا أشكرك على هذا البرنامج القيم الله يحفظكم بالخدمة من محافظة كربلاء أشكر الأستاذ الوياك حياكم الله أحمد حياكم الله
من لفك اكو امر خاص يعني في كربلاء، حتى نعم. احنا شفنا باقي المحافظات بس في كربلاء دا يتأزم الموقف بما يخص التكاتك الموجوده بكربلاء. يعني يرحم الوالديكم سووا لنا شارع على موضوع هذا الطلب الموجود بالتكاتك، كل ما حاطله مسجل وسم وذن المضخمات مال الصوت، يعني حتى رجل المرور والله العظيم احنا بعض المرات نشوفه يخجل من الموضوع. يعني لازم نسوي له فتشار الله يخليكم، يعني ابو المرور لا ياخذ اجراء، ابو الداخليه النجده وباقي التفرعات الداخليه بدها تاخذ اجراء، زين هذول اصلا اساءه بالشارع. هسه خليه يشتغل خليه يعيش، بس مو هيك يا اخي والله مهزله. اولا عتبات مقدسه وكلكم تحترمون هذا الشيء. بس المضخمات الصوت والمسماعات وكانما احنا في جو غربي، يعني امريكا ما امريكا ليش يعني الله يخليك. خدمتكم استاذ احمد ان شاء الله. الله يحفظك. وصل صوتكم والاخ اكيد استاذ حيدر حق الرسد. والله احنا مدير العام. انا ادعو لك انا على هذا البرنامج. جزاك الله. كل الناس ترى تعاني من هذا الموضوع. خادم. وانا واحد من الناس ادعو لك بالتوفيق ان شاء الله على هذا البرنامج. رحمه الله على والدك بالخدمه ان شاء الله بالخدمه جزاكم الله خير. انا اشكرك خاطر. تمسكم الدعاء تمسكم الدعاء عند سيدي ومولاي الامام الحسين عليه السلام واخيه الامام العباس. كامل من بغداد تفضل كامل. الو. كامل من بغداد انقطع اتصال مع كامل. تكتك في كربلاء يعني حتى خلص محافظة كربلاء محافظة الساحة محافظة كربلاء لها خصوصية فعلا وهي ومحافظة النجف الأشرف. يعني لها خصوصية دينية و يعني المفروض على جميع أصحاب المركبات تكتك والمركبات أنه يحترمون خصوصية هذه المركبات. نعم لذلك ان شاء الله هذا المناشده نوصلها للسيد مدير مرور العام وبدوره نوصلها كذلك الى السيد مدير مرور محافظه كربلاء المحاسبه على اصحاب المخالفين. هذا طبعا من المخالفات الضوضاء سبب الضوضاء هاي حال السيارات المروريه. نعم هاي بها مخالفه مروريه يعاقب عليها القانون حجز قانون رقم 8 سنه 2019 ماده 25 من عنده تعاقب بغرامه 50,000 دينار كل من يرتكب واللي يصر على ارتكاب هذه المخالفه تحجز مركبته. احسنتم جزاكم الله خير. كامل من بغداد العفو السلام عليكم حج كامل. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي مختلف موجود على بيتكم وبيكم اكو مخالفه مروريه دائما بعض السيارات او الكثير من السيارات تلاحظ رقمها الخلفي غير واضح. يعني اما مطوه واما ناقص يعني ما المهم حتى انه يخدع المراقب اللي عليه. واضح. والمفارز خاصه بس لهي الحاله، يعني واحد من الذين من ابنائنا نتيجه هاي الحاله وراح وراح علينا وما قدرنا نحصل السائق اللي دافع. واضح حجينا حج كامل نرجو انه تهتمون بهذا ممنون بالخدمه بالخدمه ان شاء الله فعلا استاذ حيدر يعني حج كامل يعني اكد على موضوع جدا مهم صحيح قضيه الارقام وعدم وضوح الارقام الموجوده في المركبه يعني كثير من الحالات من كانت على الدراجات ذات العجل يعني يسوى عمليه اغتيال وكذا صحيح هذا عمليه دهس وفعلا يهرب خاصه اذا ما كانت كاميرات مراقبه موجوده بالمنطقه لكن ممكن المارة يشوف الرقم يسجل الرقم ويرسل إلى العائلة المجنى عليه ممكن يتخلون بإجراءات قانونية. أنتم مديرية المرور أكيد أكو قانون ردع بهذا الموضوع. قانون المرور. قانون المرور موجود بها. شنو عقوبته؟ شنو؟ هذه من المخالفات اللي تعتبر جنائية. شلون جنائية؟ يعني هذه تحجز مركبته. إذا متعمد بإخفاء معالم اللوحة. فهذا تحجز المركبة وتحال. بدعوى قضائيه الى قاضي التحقيق للبت في هذا الموضوع، ليش؟ لانه هذا اكيد من اخفى معالم لوحته اكيد عنده قصد صح سوء نيه باخفاء معالم اللوحه خلفيه كانت ام اماميه. لذلك على الاخوه جميع من خلال قناتكم ندعوهم انه اللي لوحته غير واضحه المعالم انه لازم يعالج هذا الموضوع اما يخطها اما يصبغها اما شنو بس انتم اجراءكم ماشي احنا اجراءنا ماشي ومفارزنا تحاسب على كل من يخفي معالم اللوحه مات كانت اماميه ام خلفيه. احسنتم
أبو علي من كربلاء، السلام عليكم، تفضل أبو علي. أسف جدا أبو علي انقطع التلفون ويا أبو علي. نستكمل حوارنا بس ثواني أحمد على الاتصالات بس شوي إذا يسمحون نستكمل هذا الجواب ومن ثم أفتح الاتصالات. افتهمنا دور عمل أمانة بغداد واللجان الاستشارية والعمل المستمر فعلا دولة رئيس الوزراء الأخ الأستاذ مصطفى الأستاذ محمد شاه السوداني ده يعمل بجد يعني أمانة صحيح. خلال 24 ساعة لكل المشاريع فعلا. وذاك اليوم تحدث قال خلي يعذرونا أهل بغداد، صح احنا فتحنا مشاريع مجموعة لكن بافتتاحها راح يشوفون شيء مغاير تماما صحيح. لفك الاختناقات الكبيرة في صحيح. داخل بغداد هي كل المشاريع اللي العملاقة اللي انفتحت في صميم الزخم المروري. يعني عندنا ساحات مثلا مثل ساحة النسور، عندنا مثل ساحات عدن، عندنا مثل سريع قناة الجيش فعلا، عندنا تقاطع الدورة، يعني في بشتر. صميم في صميم صحيح الـ الـ الزخم المروري هذا يا حي يقضي على نصف الزخم المروري. ممتاز. بس احنا عندنا ملاحظة صغيرة انه لابد على وزارة التجارة انه توضع فد آلية تخفف من استيراد المركبات النارية من المركبات بشكل عام. لازم احنا قد ما نفتح مشاريع رقعة بغداد الجغرافية محدودة يعني اذا احنا نظل نجيب ايش قد تريد ومليئة منازل نعم. يعني ايش قد تريد تجيب مركبات وين تريد وين نوصل يعني بهذا الموضوع. هو ممكن اكو حل ثاني اخر لما نتوسع بقيها على نفس، لكن انت تقدر صاحب المركب البيت يمكن يستغنى عن سيارة من سيارتين ومن ثلاثة اذا كانك مترو، اذا كانت من وسائل النقل لازم مشاريع وزارة النقل عندنا يعني مثل ما نقول الحث على النقل العام فعلا، نفعل النقل العام من مناطق وخصوصا مناطق شرق نعم شرق بغداد، شرق بغداد تفتقد هذا الموضوع فعلا، من 4 مليون واكثر يعني نعم. هاي قناة الجيش يا أخي سووا قطار يبدأ من صدر القناة إلى رستمية صحيح، وهي خاصة مشوار قناة الجيش مليء بالفساد وانتهى وأكثر من مرة حال أنسى ما تختار فيه عم لا تسوي ما تختار فيه نعم. بصف هذا الساقية مع المي أسوي لي قطار معلق، أسوي لي قطار أرضي الأرض. هذا كافي، هذا يعني يخدم كل المناطق من الرستمية إلى صدر القناة. إحنا عدد السكان في بغداد بارتفاع فعلا، إضافة إلى أنه أكثر البنى التحتية متخالكة يحتاج لها إدامة مستمرة، شوارعنا يحتاج لها بإدامة مستمرة، نحتاج إلى توسعة نطلع، لازم نطلع خارج بغداد. إذا نظل في داخل بغداد يعني دوين نريد نوصل فعلا. اليوم احنا مثلا عدد السكان 7 مليون منا السنة نوصل لل 10 مليون منا سنة الأخ نوصل يعني احنا في تزايد صحيح. الحاجات يعني البيت اللي مساحته 200 متر تقسم صار الى 50 اي فعلا، ممكن هسه بعد شي 100 وحتى 50 ناس 25 ناس فعلا صح. شنو قضية العقد الالكتروني باشرتوا به ولا لا؟ العقود الالكترونية باشرت بها مديرية المرور العامة زي. يعني ابتعدنا عن العقد الورقي السابق اللي اصبحت فيه حاليا الكتروني لا يتم تلاعب به. ليش؟ لانه مربوط بشبكه وباركود في مديريه المرور العام. مدير صاحب المركبه اللي يريد يبيع مركبته يروح الى صاحب المكتب زين. ينظم عقد بينه وبين صاحب اللي بايع له وباركود ونسخه من هذا العقد ينطي باليد للبائع او للبائع، والبائع بدوره من يراجع دائره التسجيل على الباركود يقرا الباركود عندنا تطلع انه وين وبيا ساعه وش قد حتى ماخذ فلوس. هاي كلها تطلع في هاي مجانا؟ لا هو العقد المروري احنا نبيع لصاحب المكتب 25 25000 المكتب يبيعه ب 50 محددته مديريه المرور العامه، يعني محدده مبلغ العقد بالنسبة للبائع والمشتري، البائع يدفع 25 والمشتري يدفع 25 للمكتب صاحب المكتب، بس احنا بدورنا لأصحاب المكاتب، يعني أصحاب المكاتب يعني من يجي يراجع مديرية المرور العامة يشتري عقود من مديرية المرور العامة الإلكترونية، ايش قد يريد؟ مثلا يريد 20 25 عقد يدفع مبلغهم
ونحن نعطي باركود ونعطي تسلسلات ويشتغل على هذا الأساس. هو مقترح زي أنت هذا دي يصير مضاعف من 25 إلى 50. نعم. هم أنا كم مديرة مقترح يعني من نعم. يعني باي ذوي نعم. يعني أن أسوي عندكم صندوق شهداء الشرطة. هم دعم صندوق شهداء الشرطة. هو كان سابقا على صندوق شهداء الشرطة. أعرفه. يعني سابقا. أرجع نعم. وأسوي مكاتب تابعة لمديرة المرور العامة. مكاتب مركزية نعم. حكومية. ما يصير مع ترى ما سيزعلون هالمكاتب على هذا المقترح. مو إحنا. ويصير مثلا بثلاثين ألف. نعم. مو إحنا أصحاب المكاتب. يعني مثل يدفع ضريبته الرجل يعني دافع ضريبة مثل ما نقول مهنة. واضح. مهنة. ممارسة. إضافة إلى مديرية المرور العامة ما تقدر تسيطر على كل شيء. يعني أنت ما تقدر تأخذ كل شيء تحتكره بس بمديرية المرور العامة ومنها العقود المرورية منها حتى. مسألة يعني دوائر التسجيل مثلا دوائر التسجيل اكو عندنا شركة اخرى مثلا اجازات السياقة اكو امور لازم يدخل بها القطاع الخاص صحيح. يدخل في وياك في مديرية المرور العامة القطاع الخاص يريد يستفاد مهمته يعني اذا هو ما يدخل لك ببلاش مثلا كم الجواز الالكتروني يعني هو ما قدم لازم اي لازم يدخل وياك شريك يعني يصير مثل ما نقول مشترك بين مديريه المرور العامه وبين القطاع الخاص هاي هي استثماريه يعني تصير شغله استثماريه جميل لا. اصحاب بالدراجات الناريه لا. اللي 24 ساعه يعتبون يابا ليش ما تحشون على المرور على قضيه الدراجات الناريه ويقول يا يوم يوميه لاحقينا على الدراجات الساعه 6 الزم جيبوا اخذوا معجوز الدراجات وتشوف سيارة المرور الناقلة تأخذ لها كذا عدد دراجات وشوفها هنا بالكرادة بالتوقيف لو بكل المراكز الموجودة تابع المرور طبعا أصحاب الدراجات النارية بشكل عام آخر يوم مثل ما نقول لتسجيل الدراجات النارية بكافة أنواعها هو يوم 1/12 الجاي ورا 1/12 10 ايام بعد انه ما ظل 12 يوم 12 يوم ولا تزعل 12 هاي طلع عطول طلعكم يومين زياده اي يعني انت بصوره جديه مديريه المرور العامه وبتعليمات من قبل وزاره الداخليه انه سوف ورا 1/12 كل من لم يسجل دراجته في دوائر مديريه المرور العامه ما راجع مديرية المرور العامة لتسجيل دراجته سوف يتم حجز هذه الدراجة وإحالتها بدعوة جمركية إلى هيئة الجمارك العامة هيئة الجمارك العامة هي اللي تتصرف فيها تريد تهديها إلى وزارات تريد تكبسها هاي بعد هيئة يعني تطلع من دائرة مديرية المرور العامة إلى حق التصرف فيها لذلك دعوة من قناتكم أخرى إلى أصحاب الدراجات النارية يا إخوان سارع بتسجيل دراجتك إحنا حتى الدراجات اللي ما بيها أوراق قبل 3 أشهر انفتح القرار ولهذا اليوم هسه مفتوح إنه أنت تقول أنا دراجتي ما بيها أوراق أنا اشتريتها هي ما بيها أوراق ضايعة أوراقها دخلت بصورة غير شرعية أعطيناكم مهلة قلنا لكم راجعوا مديرية المرور العامة ننظم لكم استمارة ندزك إلى هيئة الجمارك تحاسب واقع ترجع حال. واقع حال تعتبر واقع حال تجي تسجلها في مديرية المرور العامة ليش لحد هذه اللحظة أكو بعض أصحاب الدراجات رافض فكرة تسجيل دراجته خوفا من المخالفة المرورية بالدرجة الأساس ليش يقول لك البعض منهم يقول لك ما يلتزمني بالتعليمات المرورية ويصير بها رقم دراجته يحي يتغرم جيت مقدم حدر يقول لك هي ب 800 وهو الفلوس اللي ادفعها 400 تقريبا يقول شنو يعني دكتور خلينا نكون واقع حال انت عندك هسه هذا القاطر لابسه سعره قد سعره نقول ورقه لا هو ورقتين والعباس ولا يهمك ولا يهمك زين اذا حطيت به فد علامه معينه ممكن يصعد يصير بيش ممكن ماركه يصير مو صح. ممكن يصعد يصير 4 أرقام نفس الشيء دراجة هسه أنت دراجتك نقول ب300 من يحط رقمهم فلوس الرقم اللي رقمت بها صعد دراجتك ما تعتزل صحيح ما حتتحاسب مثل الدراجة ما بها أرقام يعني حتى إذا تريد تبيعها فتفلوس بيها
تمام. بس انا اقول لك الشغله مو فقط الماده، الشغله مو فقط اخاف من الغرامه. يا اخي انت تخاف من المخالفه المروريه. بعض اصحاب الدراجات صغار السن، وين يودي الدراجه؟ ما يتجول بها داخل الازقه. صح، هذا اللي يتجول داخل الازقه، احنا في مديريه المرور العامه ما عنده صلاحيه يتجول داخل الازقه. يعني ممكن انه يطلع اللي على شارع عام، يطلع اللي على شارع عام يشوف دورية مرور او رجل مرور يرجع للزقار انتهى الموضوع. ما شاء الله رجل مرور صحيح يخو، ما ظل اركض انا وراه مثلا بالفروع. هو هنا يراد ثقافه من اخي اخواننا اصحاب الدراجه. انت يا اخي هسه ترقم دراجتك حتى تتجول بها براحتك، تظل تتختل من رجل المرور وتتختل من رجل الامين. خافهم توقفون على الساعه 6 العصر ما تمشي وما هذا للساعه 6 العصر، هذا قرار من رئيس الوزراء قديم مو هسه حاليا. لا لا موجود هذا القرار. القرار موجود. ليش؟ من الجرائم اللي ارتكبت من اصحاب هذه بس هو اذا مرقمه يعني اذا مرقمه الدراجه مالته انت مو انت ضمن القانون يعني تشتغل هسه انت دراجتك مرقبه. زين انت سمحوا لاصحاب الدليفري مثلا صحيح انه يتجولون لان اصحاب عوائل ان اغلبيه الدراجات يشتغلون هسه دليفري. دليفري فعلا. اضافه انه الطرق السريعه، الطرق السريعه انا ابو سياره مثلا سياره كبيره ودراجه صغيره مشت بجانبي اشوفها لا بالتاكيد يا حشي حسوي يا حسبب كارثه صح. هم يحضروا بالدراجه وقت صراحه بها وهم انا حدخل السجن لانه دراجه انا ما شفتها. اي فعلا. زين دور مديريه المرور العامه بهذا الموضوع شنو؟ منعت سير الدراجات خوفا على اصحاب الدراجات مو خوفا على اصحاب فقط المركبات. نوب كلهم زقزاق. اي يا اخي مو هي اكو امور انا ادرى الخطر قبل ما يوقع. بعدين من يصير تقول يا مديريه المرور العامه شنو اجراءك بهذا الموضوع؟ كلام منطقي. لازم احنا نصير نطبق تعليمات وهي عده طبعا فقره قانونيه في مديريه المرور العامه يحق لمدير المرور العامه انه يصدر تعليمات وملزمه على المواطن انه يتبع هذه التعليمات. قانون مرور صحيح انطانا صلاحيات بهذا الموضوع. لذلك يا اخي انت التزم بالتعليمات المروريه يا اخي، هي كلها بجانبك ترى مو بجانب مديريه المرور العامه. احنا نريد نقدم لك النصح والارشاد بس اذا انت اذا اصريت على ارتكاب المخالف لا في ذلك الحين مديريه المرور العامه تتخذ اجراءات جاده وتتخذ اجراءات صارمه باصحاب المركبات او الدراجات بصوره عامه. احسنتم. انه المخالفه المروريه يا تؤدي الى وفاه صاحب الدراجه في بعض اكيد الحين. واذا ما ابتلي هذا الرجال السائق يبتلي السائق ويبتلي يعني صحيح. هذا عنده عائله وهذا عنده عائله وتوقع برغبة مديرية المرور العام الله وكيلك. خاصة ظلمة وطفي اللايت. إيه مشكلة يعني. ويجي سريع على الدليفري. والله ما أشوف. والله على ذاك يوم بصراحة. إحنا نتجول إحنا بسياراتنا الخاصة نتجول. أنا دا أطب البيت الجراج بيتنا يعني وفعلا مشغل لايت وسيارة طبيعية فدا أصعد السيارة والله بالظلمة اللي ما مشغل لايت. صغير السن. ما شفته. وجاي بسرعته ما أدري سبحان الله لزمت البريك. انه فوق انا ابو صاحب الزايد انت غير تباع. قلت له انا باوع له انت صاحب الدراجه اللي هي كبرى وظلمه وجاي مطفي اللايت هاي مشكله. لكن اكو بعض فعلا ملتزمين امانه صحيح. بعض اصحاب الدراجات وتشوف لابس الخوذه ولابس جفوف وبهذا الحر لكن هو ملتزم بنظام. ولكن نقول احنا بعض الاحيان يقول لك الاموال انا منين اجيب كذا انا دراجتي بالقوه جمعتها. بس هو انت صاحب الدراجه انا كمديريه مرور عامه ايش فايد منه؟ بس التزامك بالنظام. رقم لي دراجتك. صحيح. التزم بالتعليمات المروريه. صح. خلاص جو. احسنتم جزاكم الله خير. اذا شوف بغداد صايره مثل ترافيك لايت الارقام غير منظمه. شوف رقم كردستان. رقم بغداد صح. رقم يعني هذا اول شيء يعني بصراحه مشوه لعاصمه يعني يجيك من الخارج ان شاء الله انت تعرف حتى ما بعد خليجي 25 بدت العراق انفتاحها كبير بدا لكل صح. الدول العربيه والاجنبيه يعني هل يجي يوم اشوف رقم مميز ثابت لكل المركبات؟ يعني احنا ان شاء الله اعلنا عن هذا الموضوع سابقا. أعلنت مديرية المرور العام عن توحيد الأرقام بشكل عام. هذه الأرقام الإنجليزية أنشئ معمل في مديرية المرور العامة يعني جديد إن شاء الله
لصناعة هذه الأرقام وتكون في داخل البلد. يعني بعد ما نستورد احنا لحد فترة قصيرة كنا نستورد من دول الخارج البليته مال الرقم. حلو. هسه لا، هسه صارت من داخل البلد. هسه حاليا احنا متعاقدين ويا الجامعة التكنولوجية تطبع تنفذ لنا هذا العقد قديم اعتقد هو. نعم هسه تزودنا بالبليت اللي موجود هذا الالماني. حلو. وبدورنا احنا نطبع للاخوه المواطنين على مركباتهم ومستمرين نهايه هذا. ما عندكم نقص؟ ما عندنا حاليا اي نقص في جميع اللوحات، كل اللوحات متوفره. وهاي المتراكمه ما انحلت؟ يا احنا المتراكمه اللي عندكم اللوحات بالمخازن اللي طبعا واللي اصحابها ما راجعوا. هو هذا قصدي. احنا بدنا نشدد على هذا الموضوع. هسه مفارز مديرية المرور العامة أي سيارة شاهدها ما بها لوحات وعدة سنوية دنوجها فورا للمواقع التسجيل للطبع، طبع لوحته هناك ما يطلع ذا ما يثبت اللوحات مالته. زين شلون؟ ظلت وراك أنا يا أخي. أنا شفتها بالآلاف بالمخازن. عندنا بالتاجيات وعندنا بالحسينية يعني طابعين لوحات كثيرة جدا يعني، وعلنا عنها في موقع مديرية المرور العامة وعبر قناتكم وقنوات الأخرى. يا أخوان اللي عنده سنوية وطابع مستلم سنويتك أخي ومستلم لاص كل الأمور مسجلة سيارتك، يا أخي روح ثبت لوحة ما مركبتك. شو الموضوع؟ من تنفقد اللوحة البداية ينفقد المواطن يظل. صح. إذا عندي مشكلة أنا يمتى أشوف مدير المرور العامة؟ لو هم ماكو جدول معين. لا احنا كل يوم ثلاثاء قسم العلاقات والاعلام ابواب مديريه المرور العامه مفتوحه من الساعه 8 لحد انتهاء اخر مهار. لاي مشكله؟ لاي مشكله كانت في تخص مديريه المرور العامه. اي واضح. اي يعني اي مشكله يعني اقدر اشوف يا مدير المرور العامه لو اكو فلتر قبلها يقول لك لا ما اشوف مدير العام غير مكان. شلون؟ انا اقول لك الطريقه. مثلا انت تجي، انا ما اقدر مثلا انا المسؤول عن هذا الموضوع. ممتاز. اول ما يجي مواطن يدخل باب الاستعلامات استقبله اني. جيد. انظم له طلب وادخله الى قاعه المقابلات. طبعا مدير المرور العام سيد مدير المرور العام المحترم فاتح باب من الساعه 9 صباحا لغايه انتهاء اخر مواطن، يقعد بنفسه هو واللجنه الموجوده، لجنه فنيه وقانونيه تعالج جميع الحالات كانت تخص مواقع التسجيل او تخص كذلك الحالات مثلا مشاجره اللي حصلت بين شخص وشخص و يعني مثلا مواطن مع رجل مرور. اضافه لكل الحالات اللي تخص مديريه المرور العام. يبقى احنا شلون اجيت انت مثلا انا اقدر احل موضوعك ما تحتاج مقابله، موضوعك سهل. جميل. أنا أقدر أحله أو شخص مدير قسم معين أو شعبة معينة تقدر تحل الموضوع، ما تستوجب مقابلة السيد مدير المرور العام. أنا أواجهك بدوري، أواجهك إلى القسم المعين أو الدائرة المعينة أنه يا دائرة أو يا قسم معين هذه شغلين ما تقدر تحلها ضمن الصلاحيات الموجودة للقسم أو الشعبة المعينة. ممتاز. تتخذ بها إجراء نحل الموضوع. اما الشغلات اللي ما تنحل يعني اللي تحتاج صلاحيه وتدخل مدير المرور العام نفسه بهذا الموضوع، ذاك الوقت انه يدخل المواطن الى قاعه المقابلات معزز مكرم وده شاهدوها. احنا كل اسبوع نعرضها على موقع مديريه المرور العامه ووسائل الاعلام كذلك موجوده في هذا اليوم. وماشيه الامور والحمد لله. شكرا. احسنتم جزاكم الله خير. قرار 48 المعلاية سيارة. نعم. المعلاية يعني دائما ما نشاهد اكو تظاهرات اصحابها بالمديرة المرور العامة، شو يؤجل موضوعهم حال اكو فد معايير معينة وضعتوا لهذا الحل هذا المشكلة؟ هو شو قرار 48؟ قرار 48 سيارات المعلاية واللي دخلت للبلد بصور غير شرعية. قسم سجلت في دوائر مديرية المرور العامة وقسم الآخر لم يتم تسجيله في دوائر مديرية المرور العامة ما بها لوحات. قسم سجلت في طريقة غير شرعية في دوائر مديرية المرور العامة. وأصحاب هذه المركبات فتحت عليهم دعاوي، وكذلك اللي سجل المركبات هذه هم كذلك فتحت عليه دعاوي. ظلت السيارة معلقة، لا هي
حديدة صح، ولا هي مسجلة أصولي حتى المواطن يقدر يصرف بها. انفتح عليهم شهرين أعتقد بالواحد وعشرين ستة الواحد أعتقد بالواحد وعشرين فتحت شهرين إنه راجعوا مديرية المرور العام ما تقدر تفتحها. أنت ما تقدر تفتحها ليش؟ لأن خوفا إنه يقوم تجيك سيارات كثيرة بعد ما حتى ما سيطر عليها. أي فعلا. فانفتحت لهم شهرين شهرين يا أخوان وإعلننا عنها يا أخوان راجعوا دوائر مديرية المرور العامة. أنت مجرد بس تجي تسجل في تفحص المركبة مالتك شاصي أدزك إلى هيئة الجمارك العامة نظم لك حسب القرار اللي اجت نظم لك أوراق أصولية على حسب الأصول وتنوب ترجع إلى دائرة مديرية المرور العامة تسجلها أصولي. انفتحت هاي شهرين قسم منهم اشتغل لحق وقسم الآخر لا تماهل أو دخلت وراء هذا القرار. فإحنا دائرة مديرية المرور العامة مو هي صلب الموضوع، الموضوع يراد له تشريع من أو تعليمات تصدر من رئاسة الوزراء بهذا الخصوص. حتى وزارة الداخلية ما عاد هاي صراحية أنه يسجل هيك مركبات. ليش؟ لأنه أكو دائرة أخرى مشتركة معنا بهذا الموضوع هي هيئة الجمارك العامة. يعني لازم تنظم لها أوراق أصولية من هيئة الجمارك العامة حتى أقدر أنا أسجلها كده. صح. هو يجي الظهر في مديرية المرور العامة، أنت تجي تظهر في مديرية المرور العامة، مديرية المرور العامة مو هي اللي حتسجل لك المرور، هو أصلا التسجيل الأول في هيئة الجمارك العامة. أنا أنظم لك عملية التسجيل، يعني أنقل لك مثلا أعطيك سنوية إلها، أعطيك لوحة إلها، بس التسجيل الأولي هو كتاب التسجيل اللي يصدر من هيئة الجمارك العامة. فأنت إذا صدرت تعليمات من رأس الوزراء أنه يا مديرة المرور العامة أو يا دائرة التسجيل المعينة في هيئة الجمارك العامة نظموا لأصحاب هذه المركبات وفترة معينة ذاك الوقت أنا أسجل جميع الدراجات المركبات بصورة عامة، المركبات اللي سجلت سابقا المركبات اللي تم تسجيلها بصورة غير أصولية انشملت بهذا القرار، واللي كذلك المركبات اللي بعد ما مسجلوا واللي دخلت مثل ما نقول حديدة انشملت بهذا القرار. بس أكو مركبات مثلا مخصوصة داخل أدوات هاي داخل فاقده شروط المتانه والامان، شلون اسجل لك اياها؟ يعني مقصوصه من الشاصي، مقصوصه من لما الجزء الامامي جايبيه ولا الخلفي او الخلفي صح. فمقصوصه انا هاي هي داخل ادوات تريدني اسجل لك اياها، شلون اسجلها؟ جيد. بس نرجع للمعلايه مقدم حيدر، يعني عندي فكره عنها المعلايه حتى يفهم المواطن شنو المعلايه. يعني اذا هي صح يا ريت تنورنا. هي اعتقد صارت بال 2012 2010 ملعوبه ضباط على مدير مكتب وزير على هيك، يعني هيك يعني عندك معلومات لان انا همتي راد اصير شبه علي. بعدين طلع لي المستورد جايب سيارتين نفس سيارتي نفس النوع نفس الشيء ومعاملتين، فورقتي راح بغير معامله وجاي جزاهم الله خير المرحوم راد احمد جزاه الله خير الف رحمه على روحه في مديريه كاظميه. هذا الرجل ذب جهد قال انت مشكلتك قانونيه بس لازم نبحث عنه، وفعلا بحثوا عنه وجدوا معامله قانونيه. لكن انا اشوف وصل مرحله الاف من المركبات وقع بها المواطن، ولكن المرور كان مو ذنبي، مشكلة صارت وصار بيها محاكم. أتذكر على لواء محمد بدر هم كان في زمنه حالة للقضاء وحال الموضوع. المنفست قاموا يأخذوه على أكثر من سيارة، تسقيط السيارة على أكثر من سيارة. هذا الموضوع مو تمام هو قصدك معلاية؟ لا هذا جزء. جزء من نعم. هي شنو المعلاية؟ معلاية اسمها معلاية. يعني موديلها مخالف للأوراق اللي جاية. واضح. يعني مديرها من 2010 هو مسجليها 2015. اها 2010 انا شلون اعرفها في مدير؟ اكو رموز بالشاصي. تمام صح. رموز بالشاصي انا اعرف من خلالها مدير المركبه. فعلا صحيح. تجينا من الشركات والحرف ايضا نوع المركبه. نعم. فانا هسه مثلا ما اقدر اسجل لك اياها بهذا المدير، هاي مو مديرها الحقيقي. تدري انت مثلا خاصه المركبات الكوري ايه يعني سنين ما تتغير شكلها، مثلا لن ترى عندك سنين هي ظل على مديرها ما تتغير.
اي فن. شو انا اعرفها؟ اعرفها من الشاصي. احسنتم. انا اسف وصلنا للشاصي وما كملت. احنا هم مكسور صار الحلقه صح. طبعا شكرا جزيلا للمقدم الحقوق حي شاكر محمد بن الشعبت الاعلام في مديرية الامور العامه. شكرا لحضورك، شكرا لتعاونك، شكرا لجمع المعلومات اللي قدمتها لنا. اشكرك جدا وشكرا لهذا البرنامج العزيز على قلوبنا ان شاء الله. الله يبارك فيك دكتور ويبارك في هاي القناه. جزاكم الله خير، ممنون، شكرا، متفضل. مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقه تقبل تحيات كادر البرنامج وشكرا لمديرية الامور العامه من السيد مدير الامور العامه لا اصغر وان شاء الله مو الحجم، هم كبار بعطائهم لأقل درجة، يعني شو نقول منتسب فهو عطاء كبير إلى آخر منتسب في مديرية المعارض. شكرا جزيلا لكم، شكرا لكل عطائكم، شكرا تعاونكم ويانا في إنجاز الحلقات. بالتأكيد نحن نؤشر ونفتح الاتصالات لاستقبال كافة أسئلتكم وشكاويكم إن شاء الله. نلتقيكم يوم السبت القادم في حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم في الساعة 9 مساء. في أمان الله وحفظه.